السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناه بحبك يا بلادي. رسميا المدرب فجر ابراهيم مدربا لمنتخب سوريا الحبيب، انتظر ارائكم وتعقيباتكم. قبل ان ادخل في تفاصيل الخبر ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس من الزرار الاحمر اسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. اعلن الاتحاد السوري لكره القدم يوم السبت استقراره بشكل رسمي على الابقاء على المدرب الوطني فجر ابراهيم مديرا فنيا لنسور قسيون خلال الفتره المقبله. فجر كان قد تولى المسؤولية الفنية لسوريا في المباراة الأخيرة لهم بكأس آسيا 2019 أمام استراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات خلفا للمقال الألماني بيرن شتانجا. وجاءت إقالة المدرب الألماني بعدما قاد النسور لتلقي الهزيمة أمام الأردن بثنائية نظيفة بالجولة الثانية من دور المجموعات والتعادل السلبي في المباراة الأولى أمام فلسطين. وبعدما تولى فجر إبراهيم المسؤولية تلقى المنتخب السوري الهزيمة أمام أستراليا بثلاثية مقابل هدفين ليودع كأس آسيا متذيلا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.